بنتكلم عن ملف الملابس الجاهزة وازاي نقدر نزود صادراتنا في القطاع ده تحديدا الأرقام المستهدفة. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية الأستاذة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، منورانا. أهلا بيك، ميرسي. الحقيقة اتكلمنا قبل الفاصل عن فكرة المعارض في الخارج واتكلمنا عن الأسواق الموجودة في مصر، إزاي نقدر نعرض منتجاتنا بأفضل شكل وبأفضل صورة ونفتح لنفسنا أسواق مختلفة. لكن لو هنتكلم برضو عن الإجراءات اللي ممكن تكون بتعيق مسألة زيادة الصادرات، بتشوفي المشكلة الأكبر أو التحدي الأكبر هو فين؟ هي المصانع علشان تزود إنتاجها بتحتاج مكان جديد وعمالة جديدة مرتبات جديدة. إحنا طبعا أملنا في زيادة 100 مصنع. أول ما المصدر بيستلم المساندة التصديرية بتاعته بيجي له التمويل اللازم، ده هي اسمها رد الأعباء، بيجيله الدعم اللازم، immediately بيفتح، بيكبر مصانع، بيزود عمالة، بيزود إنتاجية. احنا كانت صادراتنا في 2021 قيمتها مليار و400 مليون، احنا حاليا 2 مليار و400 مليون. زيادة دي حصلت، كان حصل قفزة السنة ما تم صرف المساندة التصديرية حتى بعد ما اتخصم منها 15%، رفعنا صادراتنا 42% في سنة واحدة. فاللي عايزة أقوله إن ده إحدى الركائز، نسبة كويسة، ودي إحدى الركائز المهمة. موضوع التاني المهم إنه لما بنبقى في المعارض الدولية في الخارج بيسألونا الليد تايم قد إيه. ليد تايم يعني من زمن ما قماشك بيبقى في الميناء عشان تبدأ تستلم وتقص بتاخد فترة قد إيه. إحنا مصر من 3 لـ4 أسابيع بننافس من دول زي تركيا زي المغرب إنه عنده ليد تايم أسبوعين. لما رجعنا ليد تايم أسبوعين ده يفرق إزاي؟ يفرق في الصناعة ويفرق في البزنس بالنسبة لهم أساسي. هو بالنسبة له عايز ليد تايم يوصل لعشر أيام مش أسبوعين. فإحنا المدة اللي بيقعد فيها المنتج جوه الجمرك وبيخرج بيبقى فيه عرض عينات على معامل، خاصة كيماويات لمصانع اللي بتشتغل في مستلزم الإنتاج زي الزرار، كيماويات زي الصباغة والتجهيز، الزراير المطلية ذهبي، حاجات زي كده بيوقف المنتج. الحاجات دي بنستوردها كلها؟ بنستوردها لأن الكيماويات مصر ما بتعملش صبغة، انت عارفة دول معينة اللي بتعمل صبغات ومش أي دول، يعني علشان الصبغة ممكن تعمل لو هي مش جودة عالية بتبقى خطيرة جدا جدا في منتهى الخطورة. فإحنا بنرحب بموضوع ان يتعمل تيستينج على الخامات، لكن انا بشكر وزير الصناعة ان هو تفهم ان احنا نقلل الليد تايم بانه نفرج للمصانع عن منتجاتها ويتم التيستينج اثناء ما هو شغال، ما نعطلوش، فأقلل فأوصل للليد تايم. فدي ده جزء من المشاكل اللي ما فيش في ايد حد يحلها غير وزير.